بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نبدأ مع بعض في شابتر رقم 6، هنتكلم فيه على الـ Object Oriented Programming أو بداية الـ Object Oriented Programming، Concept الـ Object والكلاس. هنا إحنا كده ابتدينا فعلا في الكور، الكور الخاص بالـ Object Oriented. فكرة الـ Object Oriented Programming مبنية إن أنا بيكون عندي في حاجة اسمها كلاس وحاجة اسمها Object. طب قبل ما نبدأ في الماتيريال عايزين نقول يعني إيه كلاس ويعني إيه Object. الكلاس يا جماعة اللي هو التايب. فاكرين لما جينا نتكلم على دوت تايب قلت لك في بريمتيف دوت تايب وفي ريفرنس دوت تايب، ومن ضمن الريفرنس دوت تايب دي كان عندي حاجه اسمها الكلاس. فبالنسبه لي فعلا الكلاس ده هو عباره عن دوت تايب، هو تايب. تايب من نوع امبلوي، تايب من نوع دكتور، تايب من نوع اي كان البرنامج اللي انا شغال عليه مكوناته ايه، فبيكون عباره بالنسبه لي ان في تايب من نوع كذا. يعني عشان نتكلم بامثله حقيقيه، لو انا بتكلم مثلا عن برنامج المستشفى، فمكونات برنامج المستشفى ده هيكون ايه؟ فيها دكاتره، فيها مرضى، فيها غرف، فيها ادوات، في موظفين، في كذا، يعني في مجموعه ايه؟ في مجموعه مكونات. داخل البرنامج بقى عندي عشان اماب انا الكلام ده، احنا عرفنا ان الاوبجكت اورينتد بروجرامنج هي فكره ايه؟ ان انا بماب الريل لايف عندي لداخل البرنامج عن هيئه مجموعه حاجه اسمها من الاوبجكت وتتفاعل مع بعضها زي الريل لايف. طيب انا بما ان الكلام ده عندي في البرنامج على هيئه حاجه اسمها ايه كلاس، بعمل كلاس اسمه دكتور. فبيبقى عندي في تايب اسمه دكتور، في تايب اسمه دكتور. تايب اللي اسمه الدكتور ده بيبقى فيه ايه؟ الدكتور اي دي، الدكتور نيم، الادرس، ما ليكن الايه مثلا الجندر بتاعه هو ميل ولا فيميل، الطول بتاعه، الوزن بتاعه، يعني بكتب كل مواصفات الدكتور والاكتيفيتيز اللي هو بيقوم بيها داخل المستشفى او داخل الكيان اللي هو ايه اللي احنا عاملينه. تمام، فانا كده عملت تايب اسمه دكتور، عملت ديفينيشن لحاجه اسمها دكتور. لما باجي بقى المستشفى عندي فيها 50 دكتور، فيها 100 دكتور، فيها 200 دكتور، كلهم بياخدوا نسخه من المواصفات دي. باجي بقى انا ما بقعدش اعمل 50 كلاس عندي داخل البرنامج، تمام، او 50 دكتور داخل البرنامج. انا بعمل ايه؟ بقول له والله بعمل شاشه، يعني ده الحاجه الرايه اللي هنا بتكون موجوده، بعمل شاشه فيها كل الديفينيشن دي، وببتدي اكتب بقى مواصفات الدكتور ده. يعني باجي تيجي عندي اوبجكت، يعني بعمل شاشه، الشاشه دي بتمثل بالنسبه لي هيبقى فيها هو مجموعه الاوبجكت اللي بتمثل التايب اللي اسمه دكتور. فبتاخد نسخه من كل التعريفات دي او كل الديفينيشن دي، وبقول له والله ان انا مثلا الاي دي مثلا 10، النيم هلال، السن كذا، الطول كذا، الجندر ميل، السالري بتاعته كذا. فببتدي احط ايه؟ تفاصيل النسخه اللي انا خدتها او الانستنس اللي انا خدته من الكلاس. يبقى الكلاس ده عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن خطه، عباره عن بلو برنت، او عباره عن تايب. طيب الحاجه بقى اللي بتكون فيزيكال، ان هو هلال از دكتور، احمد از دكتور، ايا كان از دكتور. فده بالنسبه لي كده ايه؟ ده هو اللي احنا بنقول عليه الاوبشن. طب تعالى كده ناخد مثال تاني. تعالى لما نيجي نتكلم على العربيات، بيكون في عندي مخطط كده او بلو برنت او ديفينيشن حاجه اسمها عربيه. الديفينيشن ده اللي هو والله الشركات اللي بتعمل ديزاين للعربيات بتكون عامله زي لوحات او ورق او شكل او ايا كان للديزاين العربيه، اللي هي الابواب بتاعتها كذا، الكراسي بتتحط بشكل معين، الموتور في المكان ده، الموتور دايما بيبقى كام سي سي، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، التكييف موجود جوه العربيه، مش عارف ايه وهكذا. تمام، فدي كده بالنسبه لي مخطط، بلو برنت، ورقه مرسوم عليها عربيه او ايا كان على جهاز الكمبيوتر العربي. طب هل دي عربيه فعليا؟ يعني هل دي الورقه دي لو اتخبطت في الورقه هعمل سمكره ولوكو مثلا الورقه؟ يعني اكيد حاجه مش منطقي، بيبقى عباره عن ورقه، عباره عن مخطط بس مش اكتر من كده. لكن لما بيجي فعلا التنفيذ بقى بتاع الورقه دي على عربيه اسمها دي ام، في عندي دي حاجه فيزيكال موجوده قدامي اسمها دي ام. الدي ام دي عباره عن ايه؟ انستنس من الكلاس اللي اسمه كار. انا الورقه دي بالنسبه لي هي تعتبر الكلاس، او الديفينيشن ده يعتبر الكلاس. لكن عندي عربيه البي ام، هي دي عربيه بي ام، دي انستنس اوف كار. عندي عربيه مثلا اودي، دي انستنس اوف كار. عندي عربيه هيونداي، دي انستنس اوف كار.
وكل عربية مشتركة في نفس الصفات اللي هو فيها الموتور مش عارف كام سي سي، في عدد الكراسي، في إن هي بتمشي، في إن هي يعني في بتاخد نسخة من كل التعريفات اللي موجودة دي بس بصفاتها. يعني هنا الموتور ممكن يكون في عربية 1000 سي سي، وعربية تانية 1600، عربية تالتة 2000 سي سي مثلا يعني، تمام؟ لو جينا مثلا نتكلم على جيمز، لعبة مثلا زي لعبة الفيفا، هل لعبة الفيفا بتكون 11 لاعب و11 لاعب؟ هل لما اللي جه يعمل لعبة الفيفا دي عمل برنامج حط فيه كود ل 11 لعيب، يعني عمل كلاس 11 كلاس هنا و11 كلاس هنا؟ لا، تأكيد ما عملش الكلام ده. أمال هو عمل إيه؟ عمل كلاس واحد اسمه بلاير، والكلاس اللي اسمه بلاير ده فيه مواصفات، حتى كل المواصفات اللي هي حاجة كومن أو حاجة مشتركة ما بين كل البلاير، اللي هو وليكن فيها رقم الفانيلا بتاعة اللعيب، ده اللعيب رقم 11، رقم 10، رقم 9، النيم بتاعه، حط كل الديفينيشن، مجرد ديفينيشن. يبقى هو حط اي دي مثلا، انت اي دي مثلا، سي سترينج نيم، مثلا الطول بتاعه، الوزن بتاعه، السرعه بتاعته، وهكذا. دي كل المواصفات اللي هو بتاعت اي لعيب، اللي مشتركه من كل لعيب. مفيش لعيب ملوش طول، مفيش لعيب ملوش وزن، مفيش لعيب ما بيجريش بسرعه معينه، دي سرعه محدده يعني. مفيش لعيب ملوش اسم، مفيش يعني، حطيت المواصفات العامه اللي تنطبق على كل اللعيبه، المخطط بتاع كل لعيب، كل اللعيبه مشتركه في المواصفات دي. واكيد كل اللعيبه بتعمل بيهيفير معين، اللي هو تاني جزء عندنا في اي كلاس، ان الكلاس ده بيحتوي دايما على مواصفات، اللي احنا بنقول عليها حاجه اسمها الفاريبل او حاجه اسمها الفيل، وحاجه اسمها البيهيفير او الاكتيفيتيز اللي بيقوم بيها، اللي هي احنا بنقول عليها برضه مسمى تاني اسمه المصدر. طب البيهيفير ده بقى اللي هو ايه؟ مثلا حاجه زي اللعيب ان هو بيعمل تاكلينج، ان هو بيشوط، ان هو بيباصي، ان هو بيعمل اي ثالث الاكتيفيتيز اللي هو بيعملها في الملعب، فبنبتدي يمثلها عندي از ايه؟ از بيهيفير او از تماسك. ده كده بشكل بسيط فكره الاوبجكت والكلاس. طب دي انا بستفاد بيها ايه؟ ان انت مثلا لو في صفه ما هتزودها، يعني انت بتعمل برنامج وحاطط فيه مثلا اي دي ونيم وسالري وادرس وهكذا، لو انت بتعمل حاجه للموظفين او ديت اوف بيرث ومش عارف ايه والهاير ديت وهكذا، حطيت مجموعه المواصفات بتاعتك وجي وعملت الكلام ده كله، والله هيحصل له امبلمنتيشن عندك 2000 موظف في الشركه. فال 2000 موظف دول بيعملوا ايه؟ اوبجكت، بيعتبر اوبجكت من الكلاس ده اسمه الامبلوي. يعني هلال ده از ا امبلوي، هو عباره عن موظف، فهو واخد اوبجكت او انستنس اوف من الكلاس اللي اسمه الامبلوي. فانا عندي مصدر لكل الايه التعريفات دي او لكل الاوبجكت دي. لو حصل عندك تعديل هتعدله في ال 2000 موظف دول؟ لا، انا مجرد بعمل التعديله البسيطه دي في الكلاس نفسه، في المصدر هم كلهم نسخه منه، فهيتاثروا بيه بشكل ايه؟ بشكل طبيعي على طول. طب وده ان شاء الله هنبتدي نشوفه مع الشغل بتاعنا. تعالى كده نبتدي بقى فكرة الأوبجكت والكلاس. دي كده مجموعة الأوبجكتيفز بتاعتي كلها بتدور على المواصفات أو معايير الأوبجكت. يعني إيه الأوبجكت؟ هو عبارة عن instance of class. إزاي instantiate an object and access this to field and the method. نتكلم على موضوع الفيلد اللي هو الـ variable والـ method اللي هي الـ behavior بتاعي. describe how objects are stored in memory، الاوبجكت ده بيحصل له ستور في الميموري ازاي، وهكذا بقى. كلام بقى شويه عن الاري اوبجكت، ازاي الاري بيحصل لها ستور في الميموري، وفي الاخير بيتكلم عن النيت بينز، ازاي تقدر تتعامل مع النيت بينز. يعني هنا ابتدى بقى ايه؟ ازاي تقدر تستخدم النيت بينز لـ IDE بشكل فعال. يعني عندي مجموعه توبكس هي دي، describe the object and the class. اتكلمنا قبل كده على الرسمة دي، قلنا ان انا في عندي تو ميثودولوجي للكتابة البرنامج، في اوبجكت اورينتد اللي هي بمثل البرنامج عندي مجموعة من الاوبجكت وبيحصل ترانزاكشن ما بينها او سيندنج مسج بين الاوبجكت، تمام؟ بتمثل بالظبط الريل لايف، زي ما عندي برنامج او عندي في الريل لايف في مستشفى، في مكونات ليها،
بيحصل تفاعل بشكل ما. نفس القصه عندي اوبجكت بقى بيحصل ايه سيندنج مسج بتوين الاوبجكت دي وبعضها او تفاعل ما بين الاوبجكت وبعضها زي الريل لايف بالظبط. انا ده مثلا على سبيل المثال برنامج او ده شكل في الريل لايف ان هو ستور او معرض او محل يعني بيبيع ملابس بيبيع مجموعه من الايتمز. فمكونات المحل ده عباره عن ايه؟ في كاستمر، الكاستمر ده بيبوت او بيحط الايتم اللي هو هيشتريها في الشوبينج كارد بتاعته، بيروح يحاسب الكاشير، يروح للكاشير يقول له انا هحاسب فيزا او كاش، وبعد كده الكاشير بيخلص الترانزاكشن بتاعته يقول له والله خد الريسيت ده بتاع المنتج. الكاستمر بياخد المنتج او بعد فتره ما يبتدي يعمل ايه حاجه اسمها الريفاند او يبتدي يرجع الحاجه اللي هو يعني يستبدل المنتج يعمل اي حاجه. فانا بشوف البروسيس دي في الريل لايف بتتم ازاي وابتدي امابها عندي داخل البرنامج. بشوف المكونات الستور ده عباره عن ايه، بشوف ان هو والله عباره فيه عن كاستمر وايتم وشوبينج كارد وبيمنت ميثود اللي هو هيدفع فيزا ولا هيدفع كاش، وفي موظف اللي هو كاشير، في امبلوي، وفي ريسيت بيطلع. يعني بمثل كل الكلام ده عندي تمام البروسيس اللي بتتم دي از ان اوبجكت عندي داخل البرنامج. الاوبجكت بقى مكونات الاوبجكت هي عباره عن ايه؟ بيقول لي والله بتتكون من حاجه اسمها بروبرتيز او بيتقال عليها كلمه اسمها فيلد او بيتقال عليها برضه كلمه ثانيه اسمها كلمه اسمها فاريبل. وايه تاني؟ بيهيفير. ايه البيهيفير ده؟ اللي هو الميثود اللي هي الاكشن اللي بتتم على الكلاس ده او على الاوبجكت ده، ان هو مثلا بيشوف ان هو بيبوت ايتم من كارت، ان هو بيبي بيدفع وبس. البروبرتيز او الفلدات دي او الفاريبل دي هي زي ايه؟ السايز والشيب والنيم والكلر. البيهيفير اللي هو ايه؟ بيشوب بيبوت ايتم اللي هي فيها حاجات فيها معاملات او مجموعه من الاكواد. لكن دي عباره عن ايه؟ عباره عن بس مواصفات اللي هو انت او مثلا انت سايز او دبل سايز او سترينج شيب او سترينج نيم او اشهار كار اللي هو مثلا اول حرف من الالوان او سترينج كولر. ده على سبيل المثال مثلا انه يقول لي والله عندك زي الايتمز اللي موجوده عندي زي الكاستمر، ويبتدي بعد كده يفهمني هنا مثلا فكره البيهيفير او فكره الميثود. ايه هي الميثود دي؟ الميثود دي احنا بنقول ان الكلاس او الاوبجكت بيبقى نلاقي فيه عبارة عن مجموعة فيلد أو بروبرتيز وبيهيفير. بيهيفير ده اللي هو الميثود. إيه الميثود دي بقى؟ الميثود دي عبارة عن سيت أوف كود which refer by name. مجموعة من الأكواد كده ليها بالاسم ده أقدر أعمل لها انفوك أو أقدر أعمل لها كول. تمام؟ ميثود مثلا بتحسب صافي المرتب، ميثود بتحسب مثلا عدد سنين الخدمة، ميثود بتحسب وليكن مثلا المنتج بعد الضريبه هيكون قد ايه. بس مجموعه من الاكواد فيها فانكشناليتي معينه بتتحسب وليها اسم. تمام؟ باسمها اقدر اعمل لها كول مره واثنين وثلاثه واقدر اكسس عليها. فاكرين على سبيل المثال مثلا يعني انا عندي هنا في كلاس اصلا معمول من الجافا اسمه ماس، واحنا استخدمناه بالمناسبه قبل كده. يعني تمام كده قول لي اس اوت. انا هستدعي كلاس اسمه ماس وجواه ميثود اسمها ماكس. ماكس دي ممكن اديها رقمين اقول له مثلا 60 و 80، وهو بماس دي هيقول لي مين الاكبر في الاثنين. طب هعمل رن كده مين الاكبر 60 ولا 80؟ ماس دي بتعمل وظيفه ما وفي الاخر بيقول لي والله الرقم الاكبر هو ال 80. ايه ده طب ماس ده اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن كلاس. طب ايه دليلي؟ هو بص لو وقفت كده عليه اهو ده في بابليك فاينل كلاس اسمه ماس، وجواه بقى الميثود اللي هي زي ماكس، وجواه ميثود ثانيه كتير، جواها فانكشن ثانيه كتير. جوه الميثود دي في مجموعه اكواد، الاكواد دي هي اللي عملت الدور، قارنت عملت مقارنه منطقيه ما بين تو انتري او اللي بنقول عنها الاثنين ارجمنت او الاثنين بارامتر او المدخلين اللي انا اديتهم لها اللي هي 60 و80، وطلعت لي مين الاكبر فيهم.
طب هل انت اللي عملت الكلاس اللي اسمه ماس ده؟ لا، هو ده الجافا، هي بتبروفايد بعض اللايبرري كده بتساعدك. تمام، من ضمنها كلاس اسمه ماس. انت بقى ان شاء الله هتبتدي تتعلم تعمل كلاس اسمه ماس مثلا، او كلاس اسمه انجينير مش ماس مثلا، او اسمه اي حاجه، او اسمه دكتور، او اسمه بيشنت، او اسمه ايا كان حسب البرنامج اللي انت بتعمله، وتبتدي تستدعيه مره واثنين وثلاثه من داخل اي مكان. تمام، دي الفكره او ده الكونسبت اللي احنا هنبتدي نمشي بيه. اوكي، يعني انت بعد كده هتعمل انت حاجه زي الجافا مديها لك دي، زي ما هي عامله كلاس اسمه ماس وجواها ميثود اسمها ماكس، اديت لك فانكشناليتي معينه انت استغلتها، انت برضه هتعمل كده. انت هتعمل كلاس طيب ما وجواه بعض الميثود اللي تبتدي تتعامل بيها او تستدعيها. دي طبعا الميثود اللي اسمها الماكس اهي، لو دوست عليها اهي بيقولي والله دي public static int max، ودي بتاخد اتنين argument وبتريتيرن الايه الاكبر في الاثنين. انا بقول والله لو الايه اكبر من او يساوي البي ريتيرن الايه، لو لا ريتيرن الايه البي. فده مثلا ده الامبلمنتيشن بتاع الميثود اللي اسمها الماكس. هل انت عملتها؟ لا، ده الجوب هي اللي عملتها، حتى انا ما اقدرش اعدل فيها، يعني ما اقدرش اعدل فيها. ده انتوا شايفين الجافا هي اللي عاملاها، وفي الكلاس ده اللي فيه من جواه مجموعه ميثود كتيره وفي مجموعه فاريبل موجوده. طب انا هنا بالفكره بتاعت الماس دي، انا الجافا وفرت عليا ايه؟ ان انا ولا عملت كلاس اسمه مثلا ماكس، سوري، عملت ما عملتش كلاس اسمه ماكس، وما عملتش الميثود دي اللي اسمها الماكس، ولا عرفت فاريبل، ولا عملت الايه اللوجيك اللي بيجيب لي مين اللي اكبر. تمام، انا بنجرب بس اللي انا عملت لها حاجه اسمها انفوكت. يعني ايه انفوكت؟ عملت كول ليها او عملت ندهتها. فدي فكره الميثود بشكل بسيط. يعني ان شاء الله هنتكلم على الميثود باستفاضه. طبعا ان الميثود ليها سيجنتشر معين، ليها ستراكشر معين، ده ان شاء الله هنوضحه ونقوله بالتفصيل. الكلاس اند انستنس، الانستنس ده بيبقى عباره عن نسخه من الكلاس. يعني انا عندي في كلاس وليكن مثلا اسمه كاستمر، وده كاستمر، وده كاستمر، وده كاستمر، فكل دول بيبقوا عباره عن ايه؟ انستنس اوف الكلاس، نسخه من الكلاس. فمثلا احمد وعلي وحسين دول عباره عن اوبجكت او انستنس، انستنس اوبجكت، نسخه من الديفينيشن اللي موجوده في الكلاس اللي اسمه مثلا كاستمر او اسمه امبلوي او اسمه كاستمر. يعني بيقول لي ان الكلاس ده عباره عن بلو برنت، هو اللي فيه ديسكرايب ديسكرايب and object properties and behavior، فيما موجود فيه مجموعة الـ properties أو الـ field والـ behavior اللي هي الـ method. تمام، الـ it used to create object instance، بتستخدمه عشان نعمل بعد كده منه instance. يبقى أنا عملت المخطط بتاعي أو الـ blueprint مرة، وبعد كده مع الثلاثة دول خدت نسخة بس من المواصفات اللي موجودة هنا. ده إن شاء الله بإذن الله هنعمله بإيدينا. Which of the following statement is true؟ اللي من دول صحيح أو سليم؟ An object is a blueprint for class؟ لا، هو الكلاس هو اللي blueprint للأوبجكت، هو اللي مخطط. An object and the class are exactly the same؟ هما الاثنين واحد؟ لا طبعا. An object is an instance of class؟ أو طبعا فعلا الأوبجكت هو instance of class. طب الـ class is an instance of object؟ لا طبعا دي غلط، فالإجابة السليمة عندي هي A C. هنحاول عشان الفيديوهات ما تطولش نبتدي ناخد جزء جزء. الفيديو الجاي إن شاء الله نبتدي نتكلم بقى على إيه هو الـ field وإيه هو الـ method، ونبتدي ناخد حتى أول مثال عملي على المسائل. خلينا كده عشان الدنيا ما تطولش معانا. نستوب الفيديو ده لحد هنا، والفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.